حتى كمان لما بيعملوا تبييض للاسنان في العيادات يقول لك اعمل وايت دايت. وايت دايت دي اللي هنا ممنوع القهوه، ممنوع اي حاجه ملونه، ممنوع الصلصه، ممنوع اي حاجه لفتره كبيره. وجلسات التبييض طبعا بتبقى غاليه وكتير بتضعف المينا، لكن دي حاجه كيوت ظريفه لطيفه مش هتضعف المينا بتاعت الاسنان. ايه حكايه المنتج ده؟ ايه حكايه المنتج ده؟ في الفيديو ده هنعرف ازاي ممكن نبيض اسناننا بقلم بسيط سعره مش غالي زي جلسات تبييض الاسنان، ورأي الدكاتره فيه واستخداماته. انا هجربه معاكم لاول مره، وهو بصراحه يعني مش هيدي نتيجه من اول مره، يعني اكيد الكميه اللي موجوده دي عشان تكفي اكتر من مره، فاحنا مش هنستخدمه غير مثلا يعني مثلا لمده اسبوع مرتين في اليوم او مره في اليوم حسب دنيتنا. بس الفكره بقى ان احنا هنفضل عاملين كده زي رياضه المنفلوطي كده، عاملين وضع السنه الغريب ده، مش عارفه. انا هجربه معاكم في الفيديو ونشوف، وهقول لكم كمان مكوناته قبل ما نجربه. انا هعمل له انبوكسنج كده، ما هو طبعا ميد ان يو اس اي، موجود في اغلب شركات التجميل وموجود عندنا في المخزن بتاعنا. سايبه لكم في العنوان او سوري في صندوق الوصف لما بتضغطي على العنوان، يعني سايبه لكم الرابط بتاع الواتساب عشان لو عايزين تسالوا في الرسائل، والرابط بتاع الانستا وكل منصات السوشيال ميديا. والقلم مش راضي يفتح، بس هيفتح. خليكم معايا بقى، انا طالبه منكم طلب، ادعموني، ادعموا القناة بتاعتي. انا كان عندي قناة داخلة على 28,000 وداخلة على 100,000، كانت بتجرو قوي. وللأسف بقى حد من الناس ولاد الحلال يعني، او يعني كلنا ولاد حلال الحمد لله، يعني حد من الناس دي حط عينه على القناة وكان عايز يسرقها، ولما سرقها وعرفت استرجعها تاني كان الريتش عليها وقع خالص وتفاعل عليها وقع. حتى هي موجودة في صندوق الوصف هتشوفوها، يعني اسمها برضو دكتور هبة بيوتي. لو يعني انا بحط عليها الفيديوهات القصيره، لكن الفيديوهات الطويله بحطها هنا. فاهو فتحنا القلم، ده شكل العلبه، وطبعا لازم تجيبي الاوريجينال. في ناس جربت في ناس شفت فيديوهات على النت ناس مجرباه وتقول لا ما بيعملش اي حاجه. بصوا يا جماعه لازم تكونوا فاهمين، انا هنا بجرب معاكم كل المنتجات، كل حاجه في الشركه على قد ما بقدر بجرب، على قد ما بقدر. يعني اكيد مش هجرب 500,000 منتج. على فكره حتى عندنا اكسسوارات، ممكن بعد كده ابقى اعمل لكم فيديو على الاكسسوارات دي. انا طبعا لسه طالعه من الشغل وما عملتش شعري اصلا استشوار، وطالعه كده بايه عاملاه كده يا دوب من الشفاه كده، طالعه كده بنفسي كده من غير اي حاجه. بس كنت عايزه اعمل لكم الفيديو بسرعه. لو دعمتوني هيبقى حاجه كويسه جدا، باللايك بالكومنتات اسالوني فيها، بسبسكرايب بقى والحاجات دي. انا لقيت 90% من الناس مش عاملين سبسكرايب، والناس لما بتلاقي القناه صغيره، لا والله يا جماعه انا كان عندي قناه كبيره وهتشوفوها اسمها دكتور هبه بيوتي، سيرش عنها. بس دي دكتور هبه تشانل، يعني هتبقى جدا حلوه ان احنا نكون متفاعلين عليها على الفيديوهات الطويله اللي بتحتاج وقت والماسكات والوصفات والحاجات. قبل ما هعمل ده عشان هيحتاج بس ان انا افضل عامله كده، قبل ما هعمل ده واجربه قدامكم، انا هقرا لكم مكونات المنتج ده وايه اللي يعني عشان نكون فاهمين المنتج ده عباره عن ايه وهيعمل معانا ايه. يعني كلنا بنحب شكل، يعني شكل اللي احنا كتير بنشرب قهوه، بنشرب الحاجات اللي هي ممكن تاثر على لون الاسنان دي. حتى كمان لما بيعملوا تبييض للاسنان في العيادات يقول لك اعمل وايت دايت. وايت دايت دي اللي هنا ممنوع القهوه، ممنوع اي حاجه ملونه، ممنوع الصلصه، ممنوع اي حاجه لفتره كبيره. وجلسات التبييض طبعا بتبقى غاليه وكتير بتضعف المينا، لكن دي حاجه كيوت ظريفه لطيفه مش هتضعف المينا بتاعه الاسنان. طبعا لازم نكون غاسلين اسناننا كويس بفرشه ومعجون، فرشه ومعجون اي حاجه يعني فرشه ومعجون، وبنحط ده على الاسنان. وانا هجربه قدامكم عشان ده اللي هيبقى بتاعي واللي هعتمده، والباقي بقى هنبتدي نبيعه في الستور. هو مبيعاته حلوه جدا، لكن انا حبيت ان انا يعني هو اثار فضولي بصراحه ان انا اجربه. وبس قبل ما اجربه تعالوا نقرا مكوناته. انا عارفه ان مكوناته ممكن ما تكونش امنه تماما، بس هو طبعا تبييض اسنان مش امن تماما، مش حاجه امنه تماما. هو بيبيض الاسنان مش تبييض فوري، تمام، وعباره عن انبوبه بلاستيكيه متوسطه الحجم، حاجه كيوت كده تبقى معاكم حتى ممكن في الموقف الحرجه تاخدوه. يعني هو بيروكسيد الهيدروجين، يعني الماده اللي هي عارفين اللي بتبقى غالبا في الصبغات اللي بتفتح، بيروكسيد هيدروجين بيروكسايد، الماده اللي هي بتفتح دي او بتعمل تفتيح. مش معنى كده نجيب ميه اكسجين ونحط جوه بقنا، لا. يعني لكل مقام مقاليل. الشركات دي ما عينتش علماء او دكاتره او كيميائيين بفراغ، يعني بتعينهم عشان يعملوا فورميولا او تركيبه صح، او تركيبه يعني احسن من الوصفات طبعا.
يعني عشان بس محدش يهف عقله كده يروح يجيب اكسجين او يروح يجيب صبغه شعر بصفرة ولا بيضه هو حاطط على اسنانه. بليز ما تعملوش كده لو سمحت. انا حتى لما بعمل لكم مواصفات بقول لكم ازاي نستخدم لها روتين صح ونعملها ازاي بشكل امن عشان ما يحصلش حساسيه وما يحصلش مشاكل. فاتمنى ده يكون مجهود مقدر بالدعم بالسبسكرايب بالكومنتات بالكلام الايجابي بالتواصل معانا لو حبيتوا ان انتوا تشتروا منتجاتنا هتعجبكم جدا جدا. واعتقد انا قدامكم اهو يعني مفيش اكتر من كده ثقه وشكل يعني اكيد يعني اكيد يدي ثقه يعني للناس. وعلى عايز اقول لكم على حاجه، احنا بنشارك كمان في معارض كتيره وبازارات في اماكن راقيه جدا والحمد لله مسجلين، يعني الاسم بتاعنا مسجل سجل تجاري وكده، فدي حاجه كويسه تخليكم مطمنين. وقريب جدا يكون عندنا ويب سايت، وقريب جدا ان شاء الله ممكن يكون عندنا مكان، الله اعلم، ربنا يدعو لنا يعني ربنا يوفقنا. لكن احنا متواجدين معاكم، بنكون بتبعتوا لنا على الواتس بنقول لكم احنا متواجدين في معرض ايه، بتشوفوني بنتصور مع بعض بنتكلم مع بعض بقول لكم على الحاجات اللي موجوده اصلا في الماركت واللي جربتها وبتشوفوها قدامكم. لو بتخافوا من الشراء اونلاين، بس حتى انتوا كده كانكم ما بتشتروش اونلاين، كده كانكم بتشتروا جوه محل لان شايفين المنتج وقدامكم على طول. طبعا هو يعني اطباء الاسنان بينصحوا نستخدم القلم ده اللي هو بيحتوي على بيروكسيد الهيدروجين عشان نبيض الاسنان. يعني هو يعني الفكره يعني هو لو حطيناه على اللثه هي ممكن يعمل التهابات شويه او ممكن يوجع اللثه شويه، فاحنا بنبعده عن اللثه. عشان كده هو هتلاقوه بصوا نعمل زي بلوجر كده، بلوجر العسلات، وهو عامل زي فرشه المانيكير كده. كربوكسيد وكمان كربوكسيد بيروكسيد الهيدروجين او يعني الماده بتاعه كربوكسيد بيروكسيد بتحتاج وقت اطول من البيروكسيد الهيدروجين عشان تنضف الاسنان، بس هي اقل ضرر على الاسنان واللثه. وهو برده مكون فيه بيكربونات الصوديوم، برده مش هنروح نجيب كربونات وتحط على اسنان عشان شفت وصفة على النت الكربونات بتجيب الكربونات وتحط على اسنانها، بس يعني بلاش كده بلاش كده، ممكن ما تكونش حاجه كويسه على اللثه بتاعتك. خلي بالك لو اللثه بتاعتك التهبت، انا مش دكتوره اسنان بس من خبرتي يعني ان اللثه بتاعتك لو التهبت طبيعي جدا ان يحصل مشكله لما تيجي تشربي حاجه هتتضايقي سخنه او بارده. طبعا مرضى السكر والحوامل ما يستخدموش القلم ده خالص غير باستشاره طبيب، يعرفوا المكونات واستشاره طبيب. سعره مش هقوله، هو بيتغير من وقت للتاني عشان العروض وعشان خصومات وعشان غلاء الدولار، لان هو حاجه مستورده. يعني سهل الاستخدام. دي الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها عن الفيديو. يعني بتحطوه ازاي بقى؟ بتضغطوا على يلا بقى نشوف الاستخدام. طبعا الاحسن ان احنا نمسح الاسنان بحته قماش نظيفه، فانا هوقف الفيديو اجيب منديل وامسح الاسنان عشان بواقي اللعاب وكده. ثواني، جبت تيشو او قماشه او منديل اي حاجه انتوا عايزينها، وبتبتدي تمسحي اللعاب او بواقي اللعاب اللي على اسنانك، وبعد كده بتحطي طبقه تضغطي على الانبوبه لحد ما تطلع قطره واحده على الفرشه، وبعد كده هتحطي على سطح الاسنان مباشره ومباشره، وبعد كده بتسيبيها من 20 ل 30 دقيقه حسب مده كل قلم، ثم يغسل الفم. يعني يفضل ما نشربش او ما ناكلش يعني في خلال 30 دقيقه. فطبعا اكيد مش هعمل لكم فيديو مدته 30 دقيقه الفيديو بيبقى مدته 30 دقيقه ده يعني بيبقى فيه حاجه مهمه كتير قوي او وصفه او كده. هو اعتقد السائل شفاف اللي جوه، فانا هجربه قدامكم عشان تطمنوا. بنقعد نلف بقى نلف كده لحد ما يصهر السائل، عامل زي فرشه ما حطلعش حاجه. يا رب الصوت يبقى واضح. امان يا جماعه، يعني امان بدليل ان انا هو بستخدمه، يعني انا اكيد مش انا عامله نفسي حق تجربه عشانكم. ما طلعش حاجه، بنقعد نلف ونلف ونلف لحد ما يطلع بصيص امل. ما طلعش حاجه، لسه ما طلعش حاجه، محتاجين نلف اكتر. لا ما طلعش حاجه برده. اهو طلع حاجه كده اهي، زي نقطه، هي شفافه، انا كنت فاكراها ابيض خالص، لا هو شفاف. هنعمل ايه تاني؟ اهو كده، وانا عايزه مرايه بس. خلصنا نص ساعة. وعايزة اقول لكم حاجة، انا قلت لكم في الاول انه ممكن ما يعملش نتيجة من اول مرة، انا حاسة انه ابتدى يبيض اسناني تدريجيا كده ممكن من اول مرة، فهو هيديك النتيجة مع الوقت
وبرضو مع اول استخدام هتلاقي نتيجة كويسة جدا جدا. بليز بعيد عن الوصفات وبعيد عن الخلطات والحاجات دي، الا لو كانت حاجة آمنة او مجربة وما عندكيش حساسية من المادة نفسها. استني فيديوهات جديدة عن التجميل وعن الترندات الجديدة جدا. الفيديو الجاي هعمل لكم بيرسينج المناخير من غير بيرسينج للمناخير، استنوه واعملوا لايك وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا وشكرا على تفاعلاتكم. سلام.